مدان علي محمد ورنعته وسيرك وسارد مالية مدان عبد العزيز محمد سماله وسيرك وسارد حولها جود مدان عبد الساق خليفة أحمد وسيرك وسارد قلياشة مدان علي حامد جبريل تليها إذا كا بليس كا تليا كحجين كا إذا كا أسلوبته مدح ذك الدول قدوميها هذا شغالها قدوميها جد قد راسية ذا شركة ذا ورسكارسينتا أورخا إن شركة ذا ورسكارسينتا مسؤولية كالدول إيه أنا روتي مقعدة ودسوق بكرة إن مدح ذك ميدو كبدي هنا قدوميها جد الديوان قريتو كبدي هاي أي كبدي هين قدومية كحجين كحسب قرمية مدن مجاهد محمد كاهن أحمد يوم ما ضحنا كلا إيه كلا دوان إيه ككاس عطى الشركة ده كلا دوان دمر كا هواين كا حقي علي أفيان كا مصر بحر صاحب كاي دمان شغالها وسردة بوستي سكارسينتا صحفيين تا كسوقي بشن مدشن هواين كا رجل يدمر بوح الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن رنتي مانتها وحفر حدوي نوعه إلى إنه مانتها فرنه أو ملحوينه إذا جحد جاي ومانتها إنه فرنه مدني أحمد محمد زينيو حرنتي وسارد بوستي إسكارسينتا ورنتي لورد سي قاب عصرية هناك قلب إستن قلب فيه جدا بيجي وحرنتي مرخاتي مدونة أو ضد بدني رنتي أي شيء حكومة دني ويس كشيء تايو وحب ما قبطه ويفانتا حقيقة نروح مرخاتي إنه وفلا أنا صحيح في معناه أنت بدن تدك وحكة طري تري أو حكة شيء تري كم تبان حكومة ده وح حقيقة بالجوده إن كير إن كبدن لح مشروع أي مدحوين أحمد محمد محمود زرايو أو وضع الصبح أي حركة كتري أو أي كم تايو وزارة البوستي إسكارسين شكيكم اشرو الى جوتي حكومه دني اي تهي حكومتي وحقبك مددا افرت سنودود جرتي وحفر بدن با ادهيدي حكومه عبا دولد اي قابل سنه رنتي لقى قبطي هدي ودو ينتهي هدي ايربورد تهي هدي حفيسه دولدين اما هي ادم مدح بنانا نقضو اما وزاره دبا نقضي هدي تهي انت رنتي وح وين با لقى قبطي ummada oo dhamina runtii waa ka marqaati ma aha wax la sheeganay tusaale yar hadii aan soo qaato anigu qof ahaan waxaan soo maray saddex wasaaradood waqtii saddexaad wasaaradana soo maray intii xukuumadda ay jirtay waxa lagu soo horreeyay wasaaradda warfaafinta wasaaradda warfaafinta runtii waxa lagu imid radio yar oo fm oo 10 waat oo aan buurta kala jeexan gaarin ayaa lagu imid waxa maanta yaal oo waqtiga aanu joognay noo suurta galay runtii inaanu keenno aniga iyo madaxdii iyo shaqaalihii iyo madaxweynaha oo runtii hormood noogu ahaaba in la keeno idaacad 100 kilowatt oo caalamka oo dhan runtii wada gaadha maantana shaqaysanaysa ciidamadeenu maalmaha waxaan ka sheegi jiray waxa ay dhageysan jireen ciidamadeeda furanta jooga radio gaalkacayo ayay dhageysan jireen maantana waxa dunida oo dhan laga dhageystaa radio hargeysa runtii laga dhageystaa waa wax ilaahay loogu mahadiyo waxa karoo waqtigaasi aanu gaadhsiinay caalamka oo dhan telefishinkii qaranka runtii nasiib umaan gelin furitaankii laakiin markii aanu dhammaystirnay dhismihii iyo wixii oo dhan kolkaan dhammaystirnay baa aniga wasaaradda arrimaha dibadda runtii lay bedelay wasaaradda arrimaha dibadda intii aanu joognayna runtii dhismaheeda maanta jira xaruntii ay ku jirtay waa la xusuusan yahay guri xaas buu ahaa runtii maantana guri weyn oo dhismihiisii iyo dhulkiisii labay ku jirtaa maalintii aanu xilka layga bedelay wasaaradda arrimaha dibadda iyadana iyada oo dhammaystiran baa runtii ku wareejiyay maanta waa wasaaraddii saddexaad runtii ee aan intii aan joogay maamul ahaan aynu maanta xariga ka jarayno farxad weyn bay runtii noo tahay madaxweyne inaad xariga ka jarto anaga goobjoog ka noqdo tan u dambeysay xarig ka jarkeeda wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta oo runtii ahayd wasaaradaha gudda adawey laakiin marka heerkeeda la eego
وسارد حاجة زمان كتاب هو هو سيسر الدنيا معلم هي واحد خصوصا عن شغلة نمت وحلش لي شغالها وسارد وسارد أرجي ده حاجة دباع يمكن موقع كده من لغة موقع شير وينو أدمو دكتي إنجليزي كانوا صعب عليه والكل يا عجب رمتي إلى هاي مهدي ما أنت وسارد يوحي هالشيء رمتي اسمه كفلان أو بسمان بسمون معنا مثلا يسأل لكن وحي لو شقين لها أنا رمتي وقدم بيجي أو صعدوا أيام ما أنت رمتي نورس فرقة عادية تو هذا يشير وحنا لا شقية وتشوف الشركة ضفر بدن أو أن شقودا كنت عن ولاد الحمد لله ما أنت ذلك إنه واحد قد يصير الشركة أدوا وين أو عملاقينا أو أي كلا كورين وسارد دي أما هي أدي دولة إيش شرع جو قابل سنة دي أنا ذاك إيش الشركة دي هي أي ستار إس إيه سكون نقدام واحد كل كرونتي تشوف وحنا تعالى هنوتي أنا وقصة عنا الناس سياسة مدحوينها إن أنا أسر دوان واي هذا يشير وح مغلي شرتين مرد إيه كونفليت كتيرة وسارد إيه شركة ده مرد فربضن إيه ضاد فربضن إيه واحد أسبوع إذا بدو يتكلم سببته لو واحد هاي لبدو دي بكرة فوقاتي أقوم تودي بكرة فوقاتي قلب كودي بكرة فوقاتي وده شقين تودي نساسي بكرة فوقاتي مرد والله أنا خلاف إيه مرد بارون دي كده مرد أنا نهانتي ما أنت وحن سودين ما قاعد كنا استارس كيس بل إن أنا إياه لا بس تحت لابو إن أنا كروب وحنقر شيسان ميكا كلية ونسمها معها وحنقر شيسان إنا نكاين نصد تي قلب كي لغو شغل لها إيه ويسكارسين ده دو دفر بضن باهون تي كدعا وحا إميكا أنو أنك إيه وسارد دمالية دورو تي بوهولن نحن سيدي أنو سمين لهاي قلب كي لغو لشغل لها هداي نقطو عشورة ما أنت الدوني دو عصري إيه هو الدوني دي تكنولوجيا دوي دلالك عارف أوردن إنتو ذا فضل هي أدها أما وساردها وقصة رأيا كل كتير إنه لقى رأبو وحويه وسارد في الكوميونيكيش كله تصارع هن بقى عن تسوق عطو دين على داخل إذا كل قاعدة تو دلك إنه شارك النهاية تبوتي نمبر وان واحد على داخل إذا في الكوميونيكيش كان نمبر وان دلك إنه شارك النهاية إثيوبيا داخل إذا واحد نمبر وان في الكوميونيكيش كان نمبر وان إمارات عرفت هو إنه أرنش ذاك عيني جين نمبر وان واحد في المكتب الكوميونيكيش كان نمبر وان دين على غلط دلك مرايك كأنه أرنني واحد نمبر وان دين على غلط هم كأنه أرنو وحوي وشركة ذا في الكوميونيكيش كوي إن جا واحد مدهمتي أرن معي ما أنت شركة ذا وحبة ما بحياة وحبة ذا بروتي لأذيع أنا جا أرن ماين أرن ماين وحي لو بحنا وبحياة ما أنت واحد نقوها ولن هاي إن الحقيقة ده ملتي المسلك يعنيه وأنه كأنه قرب كي لقتلين لها من الجذا يو وحيابها أي كل شقيان يعني لقتلين لها يسكت إن أنه كأنه هل كان إن حرته كأنه أول كهوسة ملتي عنه وقت على قرن ملتي بيها قرب كي نيجي مكان مجيء وسارد مالية دو ملتي عنه بعد ما يعني الحمد لله وسيد كمالية دو ويهاي بف قوه ريا ملتي مرة وانا غشقي وحرمتي هوش الناس عطاء لبايلا كفتبي ما عنده وده حفيز كيبي بدو حلو وايد كان هالشي وارد استانة وحق قاعدي وقت جي لمن داعي ملاقين وهوش كذا اللي لا يوم بلا أبع بلك جوجو قرتي قرت اللي من قبل هذا قاعدي مرق اللي عادي وسيرم ده مركا قرتي هو إيه وين مركا سوي وين بلا ما حوش وما تي رسمي أي قاعدو كذا طلعك يو وحلا سوي رقعة لأن قرتي أنا وقرتي وان صوت الشغالين قلب قاسي وحنا نقضونا نكيرينا قلب دلك يدلك رنتي وحدنا قلب بقول على هذه أو لو قلت بشر كذا رنتي نقول ماي وحي حكومة هي دولة السومال لان قرن كيد كتش روا عشرون هوي وحي يوبا عن سهينا وحي عين حق وقولي هاي قرن كول حق وقولي هاي إنا نشر كذا ينقل هو واجب وانا بلامي سهدي لحي يضعون هاي النهمن يا لوجيسيشن يا وحن يقدا يا انت المقبو وحن شعلها رنتي ان انا كدغنو وسارده كلو وزيرك ماليه رنتي كعتنينو وسارده كلو حرم ماليه او دنا عاشورها بريغا ومد ولبا كفرن
xafiiskii cashuuraha badigu maanta laga bilaabo runtii wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaanu kaaga furayno halkan xaruntii sida uu uga furan yahay airborka oo wasaaradda aviationku ay maamusho sida uu uga furan yahay wasaaradda warfaafinta oo ay maamusho wasaaradda warfaafinta xafiiskii wasaaradda maaliyaddu ay ku lahaan lahayd ee cashuuraha layskula eegi lahaa waayo dhibaatooyinka xidhiidhada u badan ee annaga iyo communicationkana dhex mara wasaaradda maaliyadda waxaa ka mid ah ma ogaano biilasha iyo waxaan oo dhan annaga dalacnaa inta badan wax laga qaaday iyo wax kale laysma ogaado had iyo jeer waxaa ka dhaca mogaan karno si aanu u wada shaqayno waxaan u baahannahay runtii aanu ka codsanayna maadaama wasiirkii uu fadhiyo oo waxaan howlahan oo dhan runtii qaybta weyn nagala qaatay in xafiiskiina aan u diyaarinay oo ay halkan ka furtaa si aanu wada shaqaynteeda aanu xoojino talabaad ee aan runtii ku boorinaya waxa weeye shirkadaha wada shaqayn wanaagsan baa runtii naga dhexaysa muddada aan joognayna waxaanu ku nidhi maalintii horeysay kolkii aanu xilka la wareegay waan u khubanayna waxaan ku nidhi annaga envelobyarna waxbaha noogu soo gidina intaa aanu wax noqonayno eenu wasaaradda wax ka dhigayno maalinta aanu wax noqonana wixii xaq dowladdu idinku leedahay baanu haddii ilaahay bilakeeda ku leeyahay idinka qaadi doonaa idinkana wixii sunyo idin kala wixii qaladaade dhexdiina waanu idiin kala garsoori oo si xaqa ayaanu idiin kala dhex taagnaan doonaa mana aha cadaadis iyo culays aanu idin saari doonno waxaan isku dayi doonaa inaanu la sheergarayno oonu la tashano wax kasta oonu qabanno ayaanu isku dayi doonaa shirkadaha aad iyo aad baa runtii aan ugu mahadcelinaynaa qaybihii